بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة تغيير المكان الافتراضي لحفظ ملفات الوورد. فكثير من المستخدمين يقومون بحفظ ملفاتهم في أماكن غير المستندات، إلا أن مايكروسوفت وورد يستعرض دوما المكان الافتراضي للحفظ هو المستندات. فلتغيير المستندات طبعا سوف نقوم بشرح طريقة تغيير هذا المكان الافتراضي. أول شيء نقوم به هو محاولة حفظ هذا المستند، وكما تشاهدون انبثقت لائحة الحفظ أو نافذة الحفظ، وكما تشاهدون في الأعلى المكان الافتراضي للحفظ هو المستندات. فلتغيير المكان الافتراضي تسهيلا على المستخدمين الذين لا يقومون بحفظ ملفاتهم في المستندات، نتوجه الى اعلى اليمين في النسخة العربية من وورد 2007، ومن ثم نقوم بالضغط على شعار الاوفيس، وبعد ضغطنا لشعار الاوفيس تنبثق لنا قائمة. طبعا لن تظهر لكم القائمة كون ان برنامج التصوير الخاص بي لا يصور هذه القائمة. فبعد انبثاق نافذة او قائمة الشعار الاوفيس نقوم بالتوجه لاسفل، ومن ثم نقوم بالضغط على خيارات وورد، تنبثق لنا نافذة بهذا الشكل. بعد انبثاق هذه النافذة نتوجه الى اليمين حيث يوجد خيار الحفظ، نقوم بالضغط عليه، وبعد ضغطنا على خيار الحفظ نتوجه الى موقع الافتراضي للحفظ او موقع الملف الافتراضي. امام موقع الملف الافتراضي تجدون مسار، وهو المسار الخاص بالمستندات على نظام التشغيل، نقوم بالضغط هنا على استعراض، وبعد ضغطنا على استعراض نقوم بتغيير المكان الافتراضي للحفظ. نقوم باختيار القرص محلي او على سبيل المثال، ومن ثم نقوم بالضغط على موافق، نتجه الى اسفل النافذة، ومن ثم نقوم بالضغط على موافق. نقوم بمحاولة حفظ هذا الملف مرة ثانية، وكما تشاهدون تم تغيير المكان الافتراضي حفظ الملفات او حفظ مستندات الوورد. الى هنا ينتهي الشرح، ارجو ان يستفيد الجميع، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.